عمري 24 سنة، عشت لبنان كل حياتي، أول مرة بشوف البلد بيتدمر هالقد. نحن منيش منظمين بس بيد واحد، بيد وحدة جايين ننظف البلد من الفساد ومن الحرامة. اليوم مسكين الرفش بس بكره مسكين حالنا وفلين. نحن هون الثوار كلنا مجتمعين اخدين محل الدولة، يلي من المفروض الدولة هي تكون عم تهتم، هي تكون عم بتنظف، هي تكون عم بتأمن أكل ومي وشرب للعالم اللي تضررت. نحن اخدين دورة وعم نجرب قد ما فينا نساعد العالم.